في تظاهرة هي الأولى من نوعها افتتح محافظ صعدة فارس مناع اليوم معرض الصور الفوتوغرافية لشهداء من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين طالتهم واستهدفتهم أيادي الغدر والخيانة منذ مطلع العام 2011. ويضم المعرض قرابة 300 صورة للشهداء من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين وهبوا أرواحهم فداء لليمن وارتفعت أرواحهم إلى بارئها من أجل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن، إضافة إلى صور تعبيرية عن الوضع الأمني في اليمن.